بسم الله الرحمن الرحيم. يتمثل غي سمتنا عزيزين نجي ولا الموقع نسيقي قبل بوليت ماني ما تجام من كل مشان طاحة بزلوم من هرا غات غيميتا زيت غيميتين يزيدون إذا من سعدوخ الموقع الوام نسيقي قبل بوليت يتكن مرة في زمار الناس إطار المواكبة الناس جميع المستجدات تيمان ثندت ومسنغان ولا المنطقة النواحي ثغيميتا نغل هرا تدف قيار نار يغاني في الميدان الرياضي. استضفت ذي اثنين وجوه جن من بين الوجوه الرياضية البارزة يبسمان يسمنسن ذي الساحة الرياضية ذي العقد الكارو كنا ومثنا عبد المجيد الشفيري لاعب سابق فريق وفاق صغنغان ذي فريق فتح النظور كنا كذلك ومثنا عبد العزيز بوحميد مقيم بديار المهجر لاعب سابق لفريق هلال النظور. إذا فمش الاثنين يسمون اعتبارا من أسماء البارزة ذي الساحة الرياضية ذي الإقليم النظار. فما مجيد الشفيري انت تعتبر من ابرز اللاعبين يكين في نديت مزغات العقد الاخير توغا يتقلد الشعر العنادة عن جدارة واستحقاق بحكم الاداء الناس تعامل الناس داخل ارضية الملعب الجهد من بين زمارنا غادي يجسوا مع الطمق لدغاء الجماهير تنديت مزغان. كذلك مستوى الاداء الراقي غادي يقدم عبد المجيد الشفيري الجهد محط انظار مجموعه من الانديه ذي المنطقة ويسبق أنه يجاجد تجربة احترافية كفريق فتح النظر ذي القسم الوطني الثاني النخبة. لكن مجموعة من الظروف في وقت من بينها الإصابة وات الشيشة مجيد الشفيري هذه راح بزاف. وكذلك نفس الشيء بالضبط مثلا عبد العزيز بوحميد حميد الدجال زي لعابين يلعب في فريق إلى النظر ذي زمان الفريق الذهبي ذي منتصف العقد الأخير هو لم يتوقع فريق إلى النظر ذي وقت من قبل قوسين أو أدنى من السعودي القسم الوطني الأول. إذا ونتجن تعريف مختصر خلينا نجي ونلغى ذي ثلاثة النهار. لكن ميدان غيجين أنه منتصف ذي اللقاء ونتا زمان النهائي العامل المشترك وهو أنه اثنين يلعبان غواني إيش المسار جيد فرخص من الظروف لعدة اعتبارات أدقن الحد إلى مسيرة سن الكروية والشين في الموقع سيجان بوليت تبدأ في زمارنا وأثناء المتوشاء منايا الجانب أهد نستضف من خلال مجموعة يستسيدا أن تعرف تفاصيل المسيرة الكروية سن الأسباب من الجن أدبع ذن في الساحة الكروية ذي الإقليم النظار. إذا باش نقوم طويل خشاء وشاو باش نتعرف جد مختصر اثنين يلعبان أخو أدو الشاب أول يمثل عبد المجيد الشفيري هذا اللي يحاول هذا اللي عارف الطس في البداية النص الكروية ذا المسار النص الرياضي الموجود. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال الزغط قدم غيش بكلمة الشكر للموقع سيقان قبوان مدخل الاهتمام الذي يوليه العام كين يلعب شو تشلم ذي ذنبيتا وتمنى إن شاء الله ذي الإطراء النيك بعد خافينش ذي إن شاء الله نيشة نمش تعتقد أنه أسبوع وقت ما بوش شن حاجة تقرأت ذنبيتا ما تجوش أن حاجة بالنسبة لبداية ذي زورة ذي لعب شمش زقمي بدي غد عقرها بعدش تلعب شمش كل الأصدقاء اللي بالحي ذي دورية تغطى جنا ذا بزغل سواء ذي نعب الشعر في محمد الزيان ذي مزعب فرانا ذا اللي هو نخوض السوق ذي بكرة عطوبة غني تصد الساحة تغطي يعني ذا مش اني مارا بخيط بالعمر ذي بتدرين بتدوينه ذي نقطة هي بعد الزوج شعب الزوج الجيش من جيش نداءي ولا من جيش مسؤول عن تنظيم تال إن الفارق من زمان المحدة ذي ريد المستوى لابد يقصد توفات الفضاءات اللي غيرها الأطفال من بعدها والخمرة نروح الجيش الجرد الجيش الجرد جغرافي بين قوسين دين تمزغن غانا نفوذي سبولنا الاماكن اللي تو غادي تخرج ديال الماضي الى جوج مجموعه الى عند المستوى تبغي شي ما تصل فعلا نزولا برنا نحكي ليك المهم ديال الابيض متعز على وين سعيد القايو غني 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 غادي يسمحني الاخوان تتوتر على نزولا انا في مارف فونزي الفضاءات اللي تبغي تجي ندير مارف الوغ جن المناشد اللي يوذني يتهتم بصحاب الرياضه نحاول ماذا في نجم نحل يمنعني
صور بوقت زمان الإخبارية واني رمين نسحسيو مثلا تحت المجيد باش تسير بداية ممارسة كرة القدم الموتي غنجي نغوصنا يا سياد العزيز نتحفظ زي كيكين ولا ديك نهار نفس السؤال اللي طرحكم مثلا عبد المجيد زعما السنة في العزيز وحامد من اللي بدا يدير تشلى بسم الله الرحمن الرحيم تشكلت زينا كونيت يعني زينا كونيت تسمو غير سلافة تسمى غير تصوت انت تي زعما كينحش شغالي بعداك زعما كملاح حاش بيا الطاس تتمنى ان شاء الله تتمنى بزاف صرا الزاد و السؤال اللي واش مسد السيد عمل زعما كنش مزال سنة جديدة نتشمى إنه غنبي مثلا نتشمى تسمى الأحياء اسم تسمى ديال الأحياء مثلا الخندوق اللي خلق سمي خندوق زوار تقاع دي السنة عاود بديت عاود شوية من الدوريت مثلا اللي برنضان مثلا دورين الزيتون تسمى معروف تسمى على تسمى على خير الموضوع عاود عاود بنات ديال ملعب البلدية ديال كزمغان صافي شفت عندك كثير عزيز عقل خاص طويتي راه تصم طوليات ورجع مع مران سان مع بوسان تولي تشوف معاك مقرا اش كان لك عزيز في الميدان ديال الفخشير ما تقدرش ريشي مثلا العزيز باش وقت توشا كذلك مثلا غير سمعت من عزيز فعبد العزيز وحميد وتيبو غريب في مدينه مزرغان تم ميزو خندوق يسبق الى فريق المشعل الرياضي مزرغان قبل غير الى فريق هلال النظر اذا الموتي ديش ولا المغرب او مثلا عبد المجيد الشفيري فما مش النيغ بدون مجامله عبد المجيد الشفيري زعما راني ديزك العاب من ابرز اللاعبين اللي كيخوزو هذا العقد كالو لكن زعما راني الشارع الرياضي ديال مدينه مزرغان المتتبعين في الفعاليات الرياضيه تفاجئ ان زعما راني الموسم انه لاحظ انه فريق عفوا المجيد الشفيري يغاب في الفريق الوفاق الزنغان ذي الظرفيات اللي كانوا تنزو ومثلا عبد المجيد ذاك السقار ولا السقار اللي مثلا غير يسمى غير غادي لابان مجدوسين الظروف ذي الاسباب يشجي اتغاب في الساحه الرياضيه ذي ندير مزغان ذي الظرفيات اللي كانت هم زو زو العقل غير سؤال لي زوار في بدايه في بدايه ممارسه تشمل سوى بصفه عامه في بدايه بدايتي مزورة ابتداء من الطفولة دولات بالنسبة للالتحاقين وسفارك الوفاق الرياضي اللي أزمغان تغطي دي عمي دي كعب نزي تعسير أميرا مبارج دي كجدة أو عمس مباشرة تحت سفارك عمي نشوك سنير عمس ميس بقي راكي سنة تعسيرا عمس ميس بقي الدرجة دي فئة مزرمان بحكم أن تغى مازال على توقع ارمي طوال على الكاميرا الظهوري عادي عادي تحقق الفارق من المزمرات دي 98 99 وانا ملي قاعد اسيبوند الشراء ذي القسم دي سيبوند دي القسم الثاني هو الفوق القسم اللي مش السنه الى القسم العام لا عام النظمي روح غير اجى عام فتح على سبيل الاعاره ذي القسم تريناري كيسموينه ومن بعد تقاد لي تقاد الشاذين الجنشتي تسمى تقاد تعذب هي تسمى تشتخاف وتقاد على حوايج مغبوط الى بدات صغار كما هو الموسم النيوا الموسم النيوا وانا الفاتح اسم الدخل يكمل عني في مرسل الدخل الى القاع تقاد تشتيني تقاد مزال عاد واثقين فيهم مليح وحاجه مقبله بالنا يخصش تاع اي حد اي حد عام مني ومن بعد عام مغني بالتحقيق على صفحه المزمنه بالنسبه لي بالنسبة للسؤال اللي قالوا مثلا الأخ محمد الأسباب اللي جاي نخش سبد أبوزون من بين الأسباب اللي جاي سبد أبوزون غانش مش لو مني تسمى جم مجموعة إصابات الشيخ دي جم مجموعة تي دي الشيخ دي زكيم اللي تغذي راح أبوزون غان تغذي جم شتي تقديم تستوق كل ما يغذي دي وقت سيبتو دي وقت نمشي تغذي كالي تخافي تغذي تخصص روح قاشين يبدو بدنا نخصص اوبيروس في العاد وغير اللي فات خدني لي بحكم ان الملعب اللي طغى الملعب اللي طغى يجيبو مليح لي سي حفاضي سمي وين كذا وزي الساعة وتنشط غير بدا ندير النظر ان شاء الله راح ندير غزا شوية بعين الرقفة غا نلعب مني كان نحاول الناس تعلق لي مثلا غادي النظام نتمنى ياسر زين من بار ان شاء الله التوفيق نتمنى ياسر يجي المسيرة موفقة سواء يفتح الناظور غير الناظور غير
حسن يدينش كي يكونوا هنا اتحاد النظر نغض اتحاد النظر زي مباراة الناس ان شاء الله التوفيق بنجم موسم ذي السنة نغش من بين الأسباب يعجلا في الحقيقة يعجلا محدث في ممارسة كرة القدم هي لعنة الإصابة في المجتمع كما يبدأ غادي لعنة التصنتية تغادي منين ثم من بين الأسباب المغنية عاود بلاد وحيطة كوالج المرحلة معينة دي السن يخص تما يخص انت اللي يفهم يخدم الناس ما حد اللي يجي الفرصه الى الاجيال اللي قاعده وانت اللي واش لو مشتو غيتجري الزمان بنادم يتيرا غيوضع 40 50 سنه الاخر عاد عنده واحد الشتوري انه هو كيمشي الزمان يعني بنادم انت كنت خاص تجي السن معين يتحس انت الزمان اللي هو باسكو كان تبغي تجي الزمان اللي مقرر معاه انت ديما خاصك تمشي تبغي تمارس هو مزوا انا بغيت حاول تجي الصوره الصباح من طول ما لا تغنيش الصوره الصباح من يعدون ثم أصدغت دغيا كفريق الفرق الرياضي أصدغان كلاعب وكمساعد مدرب دغيا ديني تقعد عوالق السي بن عيسى الصنب وميتو الجاهز المنبارع وبرد يجن تحية خاصة بأن العمل يتك كحرام المزمغان تشكالي بزاف خلق ديتك اني غاش الزغط وغي كيسن كلاعب وكمساعد مدرب بحكم ان توز بعض وذي لعب التصع وشتو غارج القناعة انه ديني التصع الطاقة ذي دي بزغنغان يخسرنا تما بنتي سقل شتو غارج تحاول بقدر المستطاع من التجربة المتواضعة انه ما سنش تعاون خلنا نوص بعض النصائح بعض الارشادات بمساعدة السي بن عيسى الصنبر ولكن عامة بحكم ظروف العمل وقيم مشى لانه غادي يقول وقت بزاف ما عنده لا العون السي بن عيسى الصنبا لا ديرها كوزون